أهلا بكم. السودان يجدد موقف العراق الثابت تجاه فلسطين ويؤكد أن الشعب الفلسطيني فقد الثقة بالقرارات الدولية بعد تنصل المجتمع الدولي عنها. السيد الصدر يدعو لتظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل لمساندة غزة ورفض انتهاكات الكيان الصهيوني المتواصلة بحق فلسطين. أكثر من 560 شهيداً في غزة جراء العدوان الصهيوني، والصحة تسجل قرابة 3000 جريح حتى الآن. مجلس الوزراء يحل مشاريع 4 مدن سكنية إلى شركات متخصصة، ويخصص 50 مليار دينار لبناء مراكز للدفاع المدني وشراء عجلات إطفاء جديدة. المفوضية تدعو التحالفات والمرشحين إلى مراعاة الحملة الانتخابية، وتتوقع ازدياد أعداد المستبعدين بعد الانتهاء من عمليات التدقيق. النزاهة تعلن استخدام مسؤولين سابقين في ديوان الوقف السني بتهمة التلاعب بقيمة أراض تقدر قيمتها بأكثر من 42 مليار دينار. كل هذا وأكثر تتابعونه في نشرة الرئيسة على رأس الساعة. إلى اللقاء.